أكد الخبير القانوني محمد الديني اليوم أن موقف نادي الشباب مع مدافعه السابق جمال بالعمري غير قانوني، ويحق للأندية السعودية التعاقد مع النجم الجزائري دون الرجوع لإدارة الليوت. ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مع نادي ليون والفرنسي من أجل التعاقد مع مدافع الفريق الجزائري جمال بالعمري لاعب الشباب السابق لمدة موسمين ونصف، وأبدى اللاعب موافقة مبدئية على العرض مقابل حصوله على 4 ملايين يورو كراتب سنوي. وكتب محمد الديني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: لا توجد أي مشكلة قانونية للأندية السعودية في حال رغبتها في التعاقد مع الجزائري جمال بالعمري، حيث أن العقد بين اللاعب ونادي الشباب فقط. وأضاف الخبير القانوني: اللاعب يمكنه التعاقد مع أي نادي سعودي دون عودة النادي الراغب في الانتقال له لنادي الشباب أو دفع مبالغ مالية له. جدير بالذكر أن خالد البلطان خرج بتصريحات أمس ليؤكد أن بالعمري لن يستطيع اللعب مع الأهلي إلا بموافقة الشباب، وعلى إدارة مؤمنة أن تدفع مبلغا كبيرا في حال أرادوا اللاعب، لافتا إلى توقيعه اتفاقية موثقة مع اللاعب في الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي بأنه إذا أراد اللعب لأي ناد في الدوري السعودي عليه أن يدفع مبلغا ماليا يحدد عند رغبته الانتقال. كشفت تقارير صحفية عن تجديد إدارة نادي النصر لعقد مدافع فريق الكرة بالنادي عبد الإله العمري لمدة 3 مواسم. ونجحت إدارة نادي النصر في حسم تجديد عقد العمري قبل دخوله الفترة الحرة من عقده في الأسبوع الأخير من يناير الجاري. وشارك العمري مع النصر في 10 مباريات في الموسم الجاري من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأحرز هدفا وصل صنع تمريرة حاسمة. يأتي ذلك في إطار استعداد النصر لملاقات الوحدة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 14 من دوري المحترفين. وغير بعيد عن العالمي، كشفت تقارير صحفية عن أزمة جديدة تواجه النصر تهدد بعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية. وذكرت صحيفة الجزيرة أن النصر لم يسدد رواتب لاعبيه في آخر 3 أشهر فضلا عن عدد من الالتزامات المالية الأخرى لم يقم بها النادي حتى اللحظة. وبات النصر مهددا بعدم الاستفادة من مهلة وزارة الرياضة من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تنتهي يوم الخميس المقبل. وكانت لجنة الكفاءة المالية بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد قررت إدراج نادي النصر ضمن قائمة أندية دوري المحترفين المحرومة من الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح لهم إجراء التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية، حيث بات النصر ملزما بسداد مبلغ يتجاوز 76 مليون ريال، وهو المبلغ المتبقي حتى 31 من ديسمبر الماضي. جدير بالذكر أن المدرب المؤقت لنادي النصر أصبح مفتاح الصحوة الكبرى خلال رحلة المنافسة على لقب بطل دوري المحترفين السعودي، حيث لمع بشدة آلين هورفات المدير الفني لنادي النصر الذي حقق 3 انتصارات متتالية بعد دوامة نزيف النقاط التي عاشها الفريق تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا المقال، كان آخرها الفوز على الرائد بهدف مقابل لا شيء ليصعد النصر من المركز الأخير إلى المركز العاشر ويحصد 17 نقطة بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر، وينعش آمال المنافسة أو على الأقل التقدم للمربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري السعودي. فجرت تقارير أجنبية مفاجأة من العيار الثقيل بالكشف عن اقتراب رحيل أحد نجوم نادي بوكا جونيورز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة بعد خروج الفريق الأرجنتيني من منافسات بطولة كوبا ليبرتادوريس. وأشارت صحيفة أبولا البرتغالية أن الأرجنتيني إدواردو سالفيو الذي خاض تجربة احترافية سابقة ضمن صفوف نادي بنفيكا اقترب من الرحيل عن صفوف
فريقه بوكا جونيورز واللعب في دوري المحترفين السعودي. وتابعت الصحيفة نقلا عن قناة TNT الأرجنتينية أن سالفيو حسم كل الأمور الشخصية بشأن مفاوضاته مع النادي السعودي والذي لم يتم الكشف عن اسمه أو ذكر هويته. ويرتبط سالفيو ذو 30 عاما بعقد مع بوكا جونيورز لمدة موسم قادم، ويعمل النادي السعودي الذي يتفاوض مع اللاعب لإنهاء التفاصيل المالية خاصة بالحصول على خدماته وشراء مدة عقده المتبقية مع فريقه الأرجنتيني. وربطت العديد من التقارير الأرجنتينية الصفقة بالهلال السعودي الحاصل على شهادة الكفاءة المالية والذي يسعى للتعاقد مع محترف أجنبي مميز في مراكز الهجوم، خاصة في ظل هبوط مستويات بافي تيمبي غوميز وفيتو وفشل صفقة التعاقد مع أليكس تكسيرا، حيث يعد النادي الأكثر استقرارا ماديا وقدرة على إبرام صفقة مميزة وكبيرة مثل انتداب النجم الأرجنتيني لصفوفه، عكس النصر الممنوع من إبرام تعاقدات بسبب شهادة الكفاءة المالية. وغير بعيد عن الزعيم وفي مفاجأة كبيرة، غاب سالم الدوسري جناح الفريق عن التدريبات الجماعية بعد أن تعرض لإصابة بسيطة في العضلة الخلفية، حيث أدى اللاعب بعض التدريبات التأهيلية في الصالة. وفي السياق ذاته شهدت التدريبات الجماعية مشاركة الكولومبي غوستافو غويلار لاعب وسط الفريق بعد أن تعافى من الإنفلونزا. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.